يفترض بمحي الدين أن يكون في أرضه يقطف الزيتون في مثل هذا الوقت من العام، لكنه الآن في بيروت نازح يتحسر على أشجاره التي اضطر لتركها بقرية كفر حمام الحدودية إثر المواجهات المستمرة بين إسرائيل وحزب الله منذ 8 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. في ضرر كبير، في ناس بتطلع لها شي 50 تنكة 100 تنكة كمان، وهلأ نسبة اللي عم بيحوشوا بيطلعوش 5%، يعني المقيمين بالضيعة، بس كل العالم فلت هلأ وناطرة. والشغلة التانية انه ما في حدا يعوض عليك، يعني الدولة ما مهتمة فينا ابدا، لانه كل مرة بيصير في ضرب عنا وقصف وبيروح الزيتون بيروح التين بتروح المواسم، ما في حدا بيعوض. حرج وقاتل كان توقيت اندلاع المواجهات الحدودية بالنسبة لمزارعي الجنوب. القصف الإسرائيلي أتى على مساحات كبيرة جدا من الزيتون والمساحات الحرجية والزراعية، وما تبقى منها لا إمكانية للوصول إليه، وكلما طال أمد المواجهات تقلصت الآمال بجني المواسم. طبعا فإن استمرار القصف والحرب قد يعرض هذه المحاصيل إما إلى الاحتراق، إما بسبب القنابل الفوسفورية التي تطلقها إسرائيل، أو بسبب عدم وصول إمكانية الوصول إلى الأراضي بسبب القنابل الانشطارية وغيرها. وعليه فإن اليوم امتداد رقعة الحرب ستعيق خصوصا مزارعي الزيتون بجني محصولهم الذي يبدأ من اليوم وصولا إلى مطلع العام القادم، وطبعا يسبب خسائر كبيرة، خصوصا أنهم يعتمدون اليوم على تنكة الزيت أو بيع الزيت الذي صفيحة منه تساوي اليوم حوالي $100 أمريكي. الزيتون في محافظتي الجنوب والنبطية يشكل 40% من زيتون لبنان، وبلدات الشريط الحدودي وكفر شوبة وحصبية مشهورة بجودة زيتونها وزيتها، لكن الجرارة قد تظل فارغة هذا العام. الخسائر المعيشية والاقتصادية التي لحقت بأهالي القرى الحدودية قد لا تكون سوى نقطة في بحر الخسائر المحتملة في حال اندلاع حرب واسعة، خسائر قدرتها الحكومة بما لا يقل عن $20 مليار. ليال خروبي، اليوم، بيروت.